نور إيهاب هي موهبة شابة دخلت عالم الفن في عمر قصير جداً، إلا إنها استطاعت الاستمرار وشاركة أهم النجوم بطولة أعمالهم زي أحمد حلمي اللي تعاونت معاه في فيلم واحد تاني، وكمان نيلي كريم اللي التقت بيها في مسلسل ضد الكسر. وإحنا قابلنا نور حصرياً وعرفنا تفاصيل رحلتها في عالم السينما والدراما. هي واحدة من المواهب الشابة اللي قدرت تلفت الأنظار لموهبتها من بعد ما شاركت في أكتر من عمل، واللي كان آخرهم فيلم واحد تاني لأحمد حلمي. حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي. في الأول اتفاجئت مفاجأة مش طبيعية، لأن أنا كنت مسافرة وجالي تليفون مرة واحدة أن أنا مترشحة لفيلم أحمد حلمي. بصراحة دي كانت حاجة أنا بتمناها بقالي كتير قوي قوي، كانت أحلى كواليس ممكن حد يعيشها في الحياة بجد. أنا أصلا بحبه قوي، بحب أحمد حلمي قوي، ولما اشتغلت معاه بصراحة حبيته أكتر، لأن هو من أكتر الناس اللي بتشجع الواحد وهو بيمثل وبتخليه يبقى عنده ثقة في نفسه. الفيلم مصنف أنه هو بلس 12، فمصرح أنه هو في شوية حاجات ما ينفعش مثلا أطفال يسمعوها أو كده. خسرت الصورة اللي أنا رسمتها لك في خيالي. أنتوا صورتوني؟ مين القطة؟ لا لا ده قط دك. ومن بعد مشاركتها في عمل مهم زي واحد تاني، كشفت لنا عن طموحها الفني ومين اللي تتمنى تشتغل معاهم. دنيا سمير غانم بحبها قوي، وهي بالنسبة لي حد أنا فعلا نفسي أكون زيها، إن هي ما شاء الله كل الكاركترز بتعملها بتعمل حاجات كتير قوي مختلفة، وكل حاجة بتليق عليها حاجات كتير قوي عكس بعض. وبرضه من الناس اللي عايزة أشتغل معاها كريم عبد العزيز، ولأنها من عائلة فنية بامتياز ما كانش صعب عليها إنها تدخل عالم التمثيل، خصوصا إنها بدأت المشوار في سن صغير جدا. بداية قوي مامتي، أنا كنت من وأنا عندي سنتين بعمل إعلانات. شيرين رضا بنت عم ماما، طبعاً أنا بحب تمثيلها قوي وبحب ستايلها وبحب طريقتها جداً. أحلام نور الفنية كبيرة جداً، وده اللي بتسعى لتحقيقه بأكتر من طريقة، ومنهم نشاطها على السوشيال ميديا. المرحلة اللي أنا فيها دي أنا شايفة أن السوشيال ميديا مهمة قوي، إن هي أنا لسه برضو في ناس متعرفنيش، في ناس ممكن تكون شافتني مثلا مرة أو مرتين في التلفزيون لسه متعرفنيش كويس. السوشيال ميديا بتقرب قوي الممثل من الجمهور بتاعه وبتخليهم يتعلقوا بي، فلما يعمل عمل جديد يحبوا إن هم يشوفوه ويتفرجوا عليه يعني، فلا مهمة. بس كمان بتضطر نور إنها تتعامل مع سلبيات السوشيال ميديا وبعض المواقف المحرجة اللي حكت لنا عن تفاصيلها. مثلا ناس كتير قوي بتفتكر ان هو خطيبي او مثلا واحد من صحابي، وبيقعدوا ينتقدونا قوي في صورنا، وازاي حاطط ايده عليكي كده. يا جماعه اخويا والله العظيم. خد راحتك على كيف. واحد قابلني في الشارع ده من قريب قوي، قال لي انا كسبت في المسابقه اللي انت كنت عاملاها على فيسبوك. قلت له فيسبوك ايه؟ هو انا اصلا مش اكتف خالص على فيسبوك، يعني انستغرام وتيك توك. فقلت له مسابقه ايه؟ قال لي انت كنت عامله مسابقه واللي هيعمل كل الشروط هيقابلك. فقلت يعني المفروض ان هو كان هيقابلني، المفروض مش عارفه امتى وكان هيظبطوها ازاي، بس هو طلع فيك اكاونت. سعاد حسني، تامر حسني. ناس كتير بتقول لي مريم فخر الدين، انا بحس كده برضو شويه ان هي هاديه، برضو انا بتكسف وبحس ان انا هاديه ومش عارفه اكتب كده وبتاع، فانا بحس ان انا شبهها فعلا شويه.